النهاردة الساعة 6 مساء هينطلق الحدث العالمي موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري لمتحف الحضارات. حدث هام وفريد من نوعه، العالم كله هيكون بيتابعه والعالم كله هيكون بيتفرج عليه. مش مجرد مومياوات بيتم نقلها، ده تاريخ وحكايات وأسرار كتير مستخبية بين السطور، مفارقات كتيرة قوي بيضمها موكب نقل المومياوات الملكية. واحدة من الحكايات المثيرة دي هي حكاية الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث. خليني أقول لكم إن النهاردة هيمشوا في موكب واحد رغم الحكايات الكتيرة اللي بيحكيها التاريخ عن الصراع السياسي والصراع الأسري اللي كان ما بينهم. إيه حكاية صراع حتشبسوت وتحتمس الثالث؟ هل فعلاً تحتمس الثالث حطم كتير من التماثيل اللي ليها علاقة بحتشبسوت ومحى اسمها من المعابد؟ ده اللي هنعرفه في حكاياتنا عنهم النهاردة من تلفزيون اليوم السابع. في البداية مهم إننا نعرف إن الملكة حتشبسوت هي ابنة الملك تحتمس الأول والملكة أحمس، وبتعتبر واحدة من أشهر الشخصيات في تاريخ مصر القديم. شخصية قوية من أقوى الأسماء النسائية في وقتها. اتجوزت حتشبسوت من أخوها غير الشقيق تحتمس الثاني، واللي تولى العرش بعد وفاة والدهم الملك تحتمس الأول علشان تصبح حتشبسوت الوصية على عرش مصر. كمان حتشبسوت كانت هي الحاكم الفعلي للبلاد وقتها علشان تحكم لعدة سنوات نيابة عن ابن زوجها تحتمس الثالث اللي كان ساعتها صغير في السن وقت توليه حكم العرش للبلاد. من هنا بدأت الصراعات. سيدة قوية، ملكة مؤثرة، صاحبت خطوات عظيمة وإنجازات واضحة في البلاد، ولكن في المقابل ابن زوجها تحتمس الثالث هو المستحق لولاية العرش، لأن التقاليد في مصر القديمة وقتها كانت بتمنع المرأة من أنها تكون ملكة على البلاد. كان وقتها دور الملك مقتصر على الرجال فقط. لكن حتشبسوت تخرج من المأزق ده إزاي؟ وقتها حتشبسوت باعتبارها ابنة ملك وزوجة ملك آخر ادعت أنها ذات دم ملكي نقي، وبسرعة جدا أعلنت نفسها ملكة بالرغم من كونها امرأة. تعالوا نروح لتحتمس الثالث اللي بدأ عهده كملك بالاسم فقط لكونه صغير جدا على تولي الحكم لما اتوفى والده. بدأت الصراعات السياسية بينه وبين زوجة أبيه حتشبسوت لما لعبت دور الوصي على العرش لكذا سنة، ثم أعلنت نفسها ملكا بشكل رسمي علشان ينحسر دور تحتمس الثالث في الحكم. ولكن بالرغم من الوضع ده أصبح تحتمس الثالث واحد من الملوك المحاربين العظماء في الدولة الحديثة، وقام وقتها بسلسلة من الحملات العسكرية اللي عززت موقف مصر كواحدة من أقوى أو من القوى العظمى في العالم القديم. التاريخ مش هينسى مثلا معركته الشهيرة في مجد، واللي بتعتبر نموذج للتخطيط الاستراتيجي العسكري. نرجع لحتشبسوت. حتشبسوت سجلت اسمها في التاريخ المصري كملكة، صاحبت إنجاز كبير في مشروعات البناء، كمان أعادت حركة التجارة اللي أطلقتها نحو بلاد بونت اللي موجودة دلوقتي بين إثيوبيا الحديثة والسودان حاليا، وده لاستيراد العاج وخشب الأبانوس والتوابل وغيرها من السلع القيمة. ناس كتير بيعتقدوا ان تحتمس الثالث هو اللي تسبب في موت حتشبسوت او قتلها بسبب الصراعات السياسيه اللي كانت ما بينهم، ولكن الدكتور زاهي حواس اكد في كتابه جنون اسمه الفراعنه ان الدراسات والادله اثبتت ان الملكه ما اتقتلتش زي ما بيعتقد البعض، ما اتقتلتش من ابن زوجها تحتمس الثالث، لكن الملكه ماتت بالسرطان. كمان بتاكد الاشعه المقطعيه لمومياء حتشبسوت انها ماتت في الخمسين من عمرها بعد معاناه من التهابات بعظمه الظهر، وكمان كانت بتعاني من مرض السكر اللي ساعد على موتها بطريقه اسرع. طيب ايه اللي حصل بعد ما حتشبسوت ماتت؟ هل فعلا تحتمس الثالث مسح اسمها من معابد كتير وحطم لها تماثيل كتير؟ اثريين كتير قالوا ان الصراع السياسي اللي كان بين حتشبسوت وتحتمس الثالث ظهر جدا بعد موتها، وده لما قرر تحتمس بعد رحلها الانتقام منها، وده كان بتدمير التماثيل الخاصه بيها. كمان محى اسمها من المعابد وشوه عدد من التماثيل الخاصه بيها في المعابد، ولكن الانتقام ده
قلت دوافعه مع الوقت عند تحتمس الثالث بسبب انشغاله بالحكم وكمان بطولاته العسكرية ومصالح عامة الشعب. صراع سياسي وأسر كبير عاشوا القدماء المصريين من أكثر من 7000 سنة بين حتشبسوت وتحتمس الثالث، علشان إحنا النهاردة في 2021 نشوفهم هم بيمشوا في موكب واحد في شوارعنا المصرية. اتفرقوا بسبب الصراعات في وقت حكمهم للبلاد، ولكن النهاردة هيظهروا في صورة واحدة. حكايات كتير مثيرة وأسرار فرعونية أكتر هنتابعها مع حضراتكم لحظة بلحظة على مدار اليوم. شكرا لكم متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع، وإلى اللقاء.